اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية قرر إطلاق اسم الشهيد أحمد المنسي اللي هو كان على لسان كل مصري اليومين اللي فاتوا امبارح تحديدا على إحدى المدارس بمدينة العاشر من رمضان تكريما وتخليدا لذكراه الطاهرة. تقدم المحافظ اللواء أركان حرب أيمن محمود شحاتة قائد قوات وحدات الصعقة وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والشعبية، طبعا بالإضافة إلى مشاركة شعبية كبيرة جدا من المواطنين. تقدموا جنازة الشهيد البطل المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي اللي احنا عمرنا ما هننساه، هيبقى اسم مهم جدا في تاريخنا، شهيد الواجب والوطن. تعالوا نشوف المشاهد المؤثرة وطبعا نظرة ابنه البطل حمزة اللي في تانية ابتدائي اللي شارك في هذه الجنازة، شهيد البطل أحمد المنسي. الحقيقة يعني الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقولها فعلا اللي خلف ما ماتش صحيح. وده بطل ابن بطل صحيح. واقف ولد عنده 8 سنين او 9 سنين في تانية ابتدائي واقف بطل راسه مرفوعة لحد واخده في حضنه ولا منهار من البكاء ولا ده احنا اللي بنشوف الموقف مش قادرين نتماسك وهو واقف مخلف بطل. وانا متأكدة ان حمزة بكرة هيبقى في القوات المسلحة وهيبقى بطل زي ابوه ربنا يرحمه والشهيد. لكن عايزين نقول حاجة كمان، عايزين نقول يمكن محمد انت قلت لازم نحفظ اساميهم مش بالحفظ بس، احنا عندنا منهج كده لطيف اسمه التربية الوطنية او التربية القومية على حسب التسميات كل شوية. الابطال دول المفروض يبقوا ملفات بندرسهم صحيح، بنبقى عارفين عملوا ايه وايه وقدموا حياتهم امتى، بدل ما احنا انا اسفه جدا جدا يعني بنلاقي الكلام الانشائي اللي لا له اول ولا اخر ولا له معنى اللي احنا بنحطه في المنهج. لا، النماذج دي هي دي التربيه الوطنيه وهي دي التربيه القوميه وهي دي اللي هتخلينا ان الشهداء دول كلهم دمهم ما يروحش ودمهم ما يروحش في القصاص. احنا سمعنا في الجنازة، شفنا وعي الشارع وهو بيطلب من قضاتنا الأعزاء الأجلاء إن احنا بقى نشوف دم الناس دي ما بيروحش، وإن الناس اللي محطوطة قاعدين بنأكل وبنشرف فيهم إن يبقى في سرعة شوية في الإجراءات، وإن احنا نلاقي فعلا إن موجودين طول النهار والليل وإحنا بنصرف عليهم وتعليماتهم من جوه السجن بيتقتل ولادنا، ان احنا بقى نلاقي ده على ارض الواقع ونلاقي فعلا محاكمات سريعه. مش هنقول سريعه، عايزين العدل وكل حاجه، بس عايزين نلاقي محاكمات وعايزين نلاقي في تحرك فعلا في الملف ده والناس قلوبها تبرد. يعني الثأر والقصاص ده يشوفوه بعينهم كده، يشوفوا فعلا ان الارهابيين دول يتم القصاص منهم بشكل مباشر وفوري. انا عايز اقول بس الوحده الصاعقه دي يا اسماء، انا عايز اقول لك ان وحده الابطال، الصور احنا في صوره انتشرت امبارح على الفيسبوك للكتيبة اللي هم يعني معظمهم يعني سقطوا شهداء. عايز اقول لحضراتكم الكتيبة دي وحدة الصاعقة دي قدمت كتير جدا، انه البطل اللي كان ماسك الوحدة دي رحل وسلم الراية للمقدم أحمد المنسي. يعني السنة اللي فاتت كان في عملية بطل سلم الراية لبطل تاني، وقد إيه كان في تشبث بالأرض، قد إيه كان في قدرة من كل واحد من أفرادنا في القوات المسلحة في الكمين ده كان رافض تماما فكرة أنه للحظة واحدة يمكن يسلم يعني حبة رمل أو يسلم شبر من الأرض دي عشان يترفع فيها علم داعش أو أي علم تاني. فمش يعني الكلام مش هنبطل نقول قد ايه الابطال دول قدموا لمصر وقد ايه احنا كلنا كده
بنشتغل كلنا كده عايشين من قدرتهم ومن بطولاتهم اللي لازم نسجلها مش بس في مناهج التربيه القوميه. فين الاعمال الدراميه وفين السينما وفين التلفزيون وفين الحاجات دي كلها من القصص والبطولات الحقيقيه اللي احنا شفناها؟